اللي انت عامله ولا ده افندم؟ عايز ايه؟ انا هكون عايز ايه يعني؟ هو انت ما تعرفش تتكلم ابدا وايدك جنبك؟ عمري. قول لي بقى انت كنت عايز تقول ايه؟ بس وطي صوتك لحسن اختي تسمعني. طب ما تسمع، ما انا كده كده مش هتكلم غير لما نخش الخانه. النهارده مش هينفع، اصلها طالع في دماغها تنظف الشقه اوضه اوضه. انت اتصابت يا بت ولا ايه؟ اشمعنى المره اللي فاتت؟ ياض المره اللي فاتت كانت راقده عيانه في اوضتها. الله، طب ما نشوف ايه اللي عيانه. نخش بقى. طب والله لو ما قلت لي انت ايه المفاجاه اللي انت جاي تقولها لي لكون داخله وسايباني. استني بس كده مالك؟ طب اسمعي، خدي اتفرجي على ده وادعي لي. ايه ده بقى ان شاء الله؟ فيلم عربي؟ عربي؟ قديمه قوي انت ولا ايه؟ اجنبي يا بت، وبعدين انت مالك؟ ما تتفرجي وخلاص. هو اكله وبحلقه. شوف انت بس اختي كانت نام امتى واندهيني بقى. طب بس قول بقى، ما تبقاش رخم. لو طالما ان انا هين عليك ان انا انزل زعلان كده ومكسور الجناح يبقى مش هقول لك. ياض قول بقى. بس بقول لك ايه، ما هو يا كده لا الا تاخد شريطك يا عم ومش هتشوف وشي تاني. مالك حمائي قوي كده ليه النهارده؟ طب تعال. انا دفعت فلوس التاشيره. نعم يرحمك. انت صعبات يا بت ولا ايه؟ انت مش عارفه ان امي ميته؟ انت هتفضحينا بقى. وايه يعني يا عبيطه؟ ما احنا على اتفاقنا برضه. اتفقنا؟ اتفقنا ايه يا صالح؟ انت كده بتضيعني وبتخلع. يا بت ضيعت ايه؟ ده انا اللي من غيرك اضيع. شوف ان انت بس اختي كانت نام امتى واندهي. طب لا بقى يا صالح، انت مش هتسافر غير لما نكتب الكتاب زي ما اتفقنا. واكتبه ازاي؟ روح امك وابوك وامك مسافرين. خلاص يبقى ما تسافرش وخليك قاعد لحد ما يجوا في الاجازه. لا والنبي يا بت، انت عبيطه ولا ايه؟ ده انا ما صدقت اخد التاشيره. وبعدين يا عبيطه، السفر ده مش هيغير حاجه من اللي بيننا. نتكلم بقى بعدين على رواق. سلام. استنى استنى، انا بس مستنيش. طيب بقى نتكلم بعدين. منين الصبح؟ نعم يا سيدي. يا عم بص لي، عايز ايه؟ مش تتكلم معايا عادي يا صلوحه. يلا يا عم والنبي اتكل على الله، مش ناقصينك. بقول لك ايه، انت انا محترمك عشان ابوك راجل طيب، لكن وديني ممكن اعلم عليك على ما تفتكرني بيها العمر كله. ولا شغل الساعه عبد العزيز ده ما تعملوش عليا. ايه اتفضل يا عم، في ايه؟ البس شايب بتاعك جاي بتفتن عليا. مؤاخذة حد لطفي يعني. لا مفاتيح. وبخلي بالك من صالح شويه عشان يعني انت راجل محترم وطيب، ما عندكش وضع في العمر. قلنا لي يا اخويا خليك في حالك. شكرا يا عبد العزيز، شكرا. بص لي بقى وصدقه ده كمان. حاجه لله يا ابو، اديني حاجه لله اتعشى. ده انا زي ما انت شايفه مكسح. اما انت بقى عليك جوز كوارع. وحياه امك لا مكسحات بجد عشان تقضي بقيه عمرك زحف وتستحق الشفاء على الحق. ست سناء وربنا ما كنت اعرف انك انت. انت مقضيها عامه زي ما انت مقضيها زحف يا واد. صدق ان انا اللي هربيك. ايه يا واد انت وهو في ايه؟ ما كل واحد يروح لحاله. ابوس ايدك، بلاش توديني للمعلم شرشاف. لما انت خايف من الضرب عامل فيها ابو الرجاله وبتعاكس نسوان الشارع ليه؟ الواد ده سرق منك حاجه؟ هو يقدر بس بربيه عشان ما يبصش لاسياده بعد كده. طب صلي على النبي بس عشان ما تعمليش فضايح، مش عايزين لمه. انا حاسه اني ما اسيبوش قدام المعلم الشرشاف. انا هجيب لك حق. خلاص ابوس هتجيب حقي منه؟ سيبيه لي بقى يا سناء بقى، ما تعملناش فضايح بقى. ابوس ده كلها اتلمت. يلا يا حبيبي توكل على الله، توكل على الله. يا ده انت اللي بتعمله ده يا جدع، ايه اللي بتعمله ده؟ حد يقع الوقعه دي؟ لا حد يقع الوقعه. لا ده انا كده عمري ما هسامحه في يوم الاسود. يا ستي قلت لك استني بقى، انا هجيب لك حقك على جنب كده. ماشي يا زيزو، واعمل فيها اللي يرضيك والنبي. كتير الحنيه دي يا زيزو. يلا يا جدعان كل واحد يشوف مصلحته. اتفضل يا اسطى، توكل على الله، توكل على الله. يا معلم شرشابي، يا معلم شرشابي. الحق يا معلم. بنتك سناء عم تتخانق في الشارع. سناء سناء يا معلم. اتفضل يا معلم. يا فين يالا الخناقه؟ اهي بحسيس جايه من هناك اهي يا معلم. انت ابوكي واقف، الله يخرب بيتك. جايه من هناك؟ مفيش اي حاجه يا معلم، الحمد لله كله تمام. انت يا بت كل ما تنزلي في اي حته تعملي لنا مشاكل. يا معلم اصل الواد مالي عليك. انا عايز اعرف ايه انا عايز افهم يعني. يعني الواد يعاكسني وما اتكلمش؟ ما انت عامله له كده لازم يعاكسك. يا معلم ده هو الواد مالي ايه؟ نزلك اساسا. هو انت على طول منظري مش عاجبك؟ هو اللي فازل عليا. ايوه مش عاجبني طبعا. ايه عايزه ايه؟ ما تقول لنا احنا نجيب لك اللي انت عايزاه. يا معلم ما يصحش. يا معلم احنا قدام المعرض، ما يصحش. انت مال اهلك انت؟ واحد وبنته بيتكلموا، تتدخل ليه؟ ده موضوع عائلي. خور ياد من هنا يالا. ماشي. وانت كمان خور اطلعي لامك.
يعني مش هجيب الدواء لامي؟ هجيب انا الدواء لامك يا رب يكون سم هاري. تعالى يلا 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 بنت مرجتك داهيه. وبعدين معاك يا زهر هتفضل مع ندني لحد امتى؟ يا دنيا يا دنيا هتفضلي مسقساه مع ناس ايديهم طايله وناس لا؟ انا اللي قلت غمزت وبسحب الاقي ايه؟ بسريايه سبتها تقع ليه؟ دي بتجيب الحظ. لبشت جتيت الله يخرب بيتك. انت بتروحش بيتك ليه؟ سالت عليك الجماعه قالوا لي غايب بقاله جمعه. اروح اعمل ايه؟ اللي ماهوش يعش عياله يروح يعمل ايه؟ انا حاسس ان دماغها هتتفرتك يا بكره. بقول لك ايه؟ معكش حته بني. عيب عليك، وضع فرقه واتساكه صاحبي. اهي. هي دي يا معفن؟ هو ده اللي بعرف اكشه من ارشادات الزبايد. انا خايف يا بكره. اروح اقص الاقي الدور كله بح والمصلحه خلصت ونرجع نتسول ونسال حق النشوء تاني. انا بقى مسكت في اول الخيط بس مش عارف الاقي اخره. احنا لسه هنلضم ابره في كوم قش. انا بقول لك انا عايز حاجه في السليم المعوج عشان نخلص خالص. اول مره تبقى متسرع. العمليه دي عايزه تستوي على نار هاديه. نار هاديه واللي قاعدين في البيت دول يموتوا من الجوع ويبقى ذنبهم في رقبتي. طب اسمع مني بقى ودورها في الجمجمه. ارغي. انا قابلت لك مين؟ مين؟ وليد. حصل لنا القرف. يا عم ولا جايب ويطلب ايد بنتك؟ بقول لك وليد ده اخو زيزو اللي حابس دبنا وماسك علينا التسجيل ابو بابين. يا ابني انا مالي ومال الزفت ده؟ انا في المصلحه اللي هتروح دلوقتي. وليد ده بيذاكر مع واد اسمه شريف. شريف ده كيف وانا اللي بسلكه في البودي وبيدفع فوري. يعني احنا هنأدمن وليد اخو زيزو ويبقى هو سكتنا للتسجيل اللي معاه. ما هو ده الخيط اللي انا ماسك اوله بس مش عارف الاقي اخره. اسمع يا بكر، وليد ده ليه في الكيف؟ كيف يعني؟ لا، عيل كده ده التيف، ما بيدخنش. ما بيدخنش خالص. صح. هي كده يا دنيا. لما هو ما بيدخنش هنخليه يشرب ازاي ويأدمن؟ ارميك في الميه دلوقتي؟ انا ايه منك ولا من مين؟ وقعت الحشيش يا شبرا الله يخرب بيتك. قلت لك رميتها ليه؟ يعني امشي. امال راح فين؟ لا وانت قاعد في المخزن بتعمل ايه؟ اقفل المخزن وروح دور لي عليه ان شاء الله تجيبه من تحت قطيع الارض. استنى. واسم مين؟ مؤاخذه يا معلم، انا عارف اني اتاخرت عليك بس وربنا كان عندي مشوار. لا انا زعلان منك يا زيزو. احنا متفقين انك انت هتفرغ نفسك وتفضي نفسك وانت عارف اللي فيها. في 500 قتيل تحت عايزين نغسل وندفن. طب انا اعمل ايه يا معلم؟ يعني انا ب 100 ايد؟ ما انا لميت فرشتي وعدتي وقعدت اهو معسكر مغلق في قلب المكان. على فكره معلم شرشابي قابلني وقعد ينبر يكلمني عن المصلحه وشويه يقول لي الايسيهات. هو عارف حاجه؟ وبعدين؟ لا انا لا 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 عيب، انا حبيت اقول لك بس. طب بقول لك ايه؟ موضوع الايسيهات ده ناقصك حاجه؟ انا ممكن اكلم الراجل بتاع اسكندريه يبعت لك شويه. لا يا معلم، انا بامر الله هدبر اللي يغطيني ليلتين وهسال في بقيه الكميه وارد عليك. ماشي. طب انا هتوكل على الله. سلام. انت مش عايز حاجه مني؟ لا مش عايز حاجه. انت عايز حاجه؟ 120 جنيه. 120 جنيه؟ 120 جنيه. ليه؟ بقى شغل بقى، بلم حاجات كده رفايع يعني، وبعدين اخصمهم بقى انت. ما احنا بنجمع مع بعض. الله يصلح حالك. كده 140؟ 140 دول؟ 120. وانا قلت كام؟ انت نسيت 120. انا قايل 140 يا معلم. لا انا جمعتها غلط. 140 140 140 140. يبقى كده ليك في رقبتي 120. سلام. ايه ده؟ دي شغل عفاريت ده ولا ايه؟